مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، دائما التواصل معنا رقم الواتساب وأيضا حسابنا في تويتر الراصد. إلى عناوين حلقة الليلة: سلام الله مني عليكم وتحايا ترسل علي المعظمي، أما بعد سعادة أمير منطقة جازان أمير من داخل مهرجان العسل. الطفلة إيلين الفيفي تستقبل أمير جازان بالشعر الفصيح. بسبب بعض الأسماء القديمة مواطنون يتسابقون لتغيير أسمائهم، فما الشروط؟ وبلا مبالاة أحياناً التأمين الطبي سنارة لصرف كميات دواء زائدة عن الحاجة. الاسم هو الشيء الوحيد اللي مالك يد فيه، يسمونك أهلك وتمشي على هذا الاسم طوال حياتك، لكن مع الوقت الواحد أو الوحدة يضطروا لتغيير، خصوصا إذا كانت أسماء غريبة وتتسبب في مشاكل أمام الناس خصوصا في المدرسة. على هذا الذكر، سابقا كان تغيير الاسم يعني محليا عندنا يمر بعدد من الإجراءات والشروط الأشبه بالتعجيزية، عكس الوقت الحالي اللي الواحد يقدر يغير اسمه بسهولة ولكن وفق ضوابط محددة. بمناقشة الموضوع ينضم لي هنا في الاستوديو المتحدث الرسمي للأحوال المدنية الأستاذ محمد الجاسر. حياكم الله أستاذ محمد. الله يحييك. يعني تغيير الاسم كان ياخذ منا وقت طويل في فترة ماضية. أنا أبغى أعرف أول كيف كان الوضع والحين إيش صار؟ طبعا ما كان فيه الوقت الطويل اللي إيه؟ ما كان وقت طويل جدا، يعني بالعكس كان وقت قصير والآن صار يعني أقصر. نعم إيه؟ وفق الضوابط، يعني الضوابط أنها تكون تسجيل أسماء وفق ما نص عليه النظام الأحوال المدنية ولائحة التنفيذية، أنها تكون مجردة من الألقاب قبل الاسم، يعني مثلا السيدة والحاجة أو شيء زي أيوه. القبيل تكون الأسماء غير مركبة، تكون الأسماء غير مخالفة للشريعة الإسلامية. يعني أكتب ضيف الرحمن عبد الله هذا اسم؟ لا هذا إيه، ضيف الرحمن اسم ممكن يكون يعني، بس ما يكون يعني هذه ما تكون أسماء. طيب. هذا اسم مركب ما يكون مقبول. أسماء مركبة غير مقبولة. إيه مقبولة يعني. ممتاز. المدة اللي يحتاجها الشخص عشان يبدأ يغير في الاسم؟ ما في مدة محددة. أني قصدك فيش إنه يحتاج؟ يعني الآن أنا واحدة بغير اسمي من عبد الله لسعود. تتقدم لأي مكتب وتقدم طلبك ويتعامل معه في نفس الوقت، يعني على طول يعني يطلع اسمي. ممكن تغيير الاسم الأول وفق السن، إذا كان أكثر من 18 سنة يكون له إجراءات يعني مختلفة عن. عشان كذا نبغى نسأل الأصغر هذول، يعني الصغير يجيك واحد عمره 14 قال والله طفشت من اسمي ودي. طبعا اللي أقل من 18 هذا ما يتقدم بحكم أنه هذا سن الرشد في المملكة العربية السعودية، ما يتقدم نفسه، فيكون يتقدم ولي أمره ويكون بموافقة والده ووالدته، هذا شيء مشروط، أو توفيض منهم أو بكالة شرعية من أحدهم. يعني الـ 18 ودون هذا لازم وكالة شرعية أو موافقة ولي الأمر اثنين؟ لا موافقة ولي، لا موافقة الأب والأم. يجب أن تكون موافقة الأب والأم، أو مثلا الأم تفوض الأب وتوكله أو الأب يوكل الأم ويفوضها. طيب الأسماء الأجنبية، يعني أنا واحد متطور بزيادة وبسمي اسم غربي. اي نعم. يعني يصير اسمي مايكل؟ لا. هذا مسموح ولا مو مسموح؟ لا لا ممنوع طبعا، لازم تكون الاسماء متفقه مع اللغه العربيه ووفق قواعد اللغه العربيه. وتكون يعني الاسماء مثل ما قلت غير مخالفه للشريعه، ويعني ما تكون الاسماء حتى يعني الاسماء يعني يفضل انها تكون وفق الاشياء المتعارف عليها في المجتمع. صح. ما تكون اسماء غريبه او يعني الاسماء القديمه شوي الغريبة. إيه. يعني في أسماء كثير أنت تشوفها الآن يعني من جيلنا، في أسماء بعضها غريبة شوي. صحيح. الآن ما عاد موجودة، لكن هذه الأسماء الآن باقي مسموح فيها إنه يسمي لاب اللي يبي؟ طبعًا وفق الضوابط اللي قلت لك الاسم مسموح يسجل فيه. أيوة. إذا كان اسم متفق مع الضوابط اللي ذكرتها لك
واللي موجودة في نظام الأحوال المدنية ولائحة التنفيذية يسمح بتسجيلها حتى لو كان اسم قديم يعني أو حديث. ما 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 يمنع تسجيل اسم أنه يكون قديم أو حديث. الضوابط تكون موجودة وغير مخالف للضوابط فيتم تسجيل الاسم. بس الاسم غريب يعني أو أنه بيتنمرون عليه بكرة بعد 5-6 سنوات المدرسة. طبعا هو ينصح ولي أمره والمسجل إيه نعم أنه تسجيل الاسم هذا غريب وكذا ينصح تغيير الاسم إذا رفض يسجل الاسم. البنات اللي تبغى الأم تسمي بنفس الاسم إيه اسم الأم سعاد تبي تسمي بنتها سعاد هل هذا أيضا نظام يجوز؟ هذا ما في شيء في النظام يمنع نظام الأحوال المدنية ما نص على الشيء هذا ما في شيء يمنع أنه تسجل الأم البنت باسم الأم خاصة أنه يعني ما في توافق في الاسم يعني ما يكون مثلا مكرر إنه أيوه؟ في الاسم في إيه يعني مثلا بنقول دانا محمد الجاسر مثلا ايوه فالام مثلا لو سميت الام البنت دانا على الام ودانا ما في مشكله بيكون اسم الام مختلف يعني عن البنت طيب بعكس الابن يعني طيب محمد الجاسر يجوز في حاله وفاه الاب يعني اذا كان الاب متوفى في عادات المناطق عندنا في السعوديه إيه؟ عندهم هالعاده إيه؟ انه اذا مات الاب والطفل لم يولد بعد يسمى الطفل باسم الاب يعني من العادات اللي موجوده صحيح بس يعني هذه في اشياء بدات تختفي الان ما عاد تتم يعني بحكم عملي في الاحوال اشياء صارت قليله يعني لكنها موجوده ما اختفت الصوره الشخصيه متى تكونون نغيرها ترى كل صورنا في الاحوال واحد مصور كذا واحد مصور كذا واحد لا 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 الصور صورنا مشكله الصورة طبعا الصورة اللي تكون في بطاقة الهوية الوطنية هذه صورة لها معايير إيه؟ معايير أمنية معايير في التقاط الصورة معايير في هو مش مشكلة في الصورة المشكلة فيني أنا صاير وجهي مو بوجهي طيب. واحد ثاني إذا كان في اختلاف بين واقعك اللي موجود الآن والصورة يتم تغييرها بس طبعا هذه لازم تكون تراجع مكتب الأحوال إيه؟ كمواطنة ومواطنة ويطلع على البطاقة يطلع على واقع الشخص يعني أنا زي أتكلم على واحد كان سمين وسوى عملية ونحف نعم هذه يكون فيها تغير كل وجه صحيح يكون فيها تقارير طبية هذه يرفقها ويتم تغيير الصورة البطاقة على طول ما في مشكلة أنا والله شاكر لكم ومقدر دائما الأحوال المدنية ترسلونا كل جديد عندكم وأنتم صايرين مكان بلا مراجعين لأنكم صرتوا تستخدموا التقنية بشكل جدا مميز الحمد لله شكرا شاكر لكم ومقدر أستاذ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية الله يحييك يعطيكم العافية الله يعافيك الله يقويك من 2014 حتى يومنا هذا يقام سنويا بمحافظة العيدابي في منطقة جازان مهرجان كامل للعسل في هذه السنة ومع تدشين أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر لفعاليات المهرجان صادف فيها الطفلة إيلين الفيفي بعفوية الأطفال وبكل حفاوة استقبلته بعد ذكر الله بسم الله ما شاء الله بفصاحة لسان وقصيدة شعرية بعنوان أنا سعودية سلام الله مني عليكم وتحايا ترسل علي المعظمي أما بعد سعادة أمير منطقة جازان أمير القلوب وساكنها الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أيها السادة الحضور من شتى الدوائر الحكومية أيها الجمع الكريم سلاما كالزهور كالطيال إلى أهل مودة والوصالة مرحبا بكم ترحيب فاقت جبالة وسهولة ووديان جازانة ضاقت بكم الديالة والملابة شاعرة المستقبلية بإذن الله إيلين الفيفي حياك الله يا إيلين هلا كيف حالك؟ الحمد لله أنت كويسة؟ إيه هذا أهم شيء ها إيش هذا اللي صار بسم الله ما شاء الله كويس. الأمير كان مبسوط من قصيدتك أنت كويس؟ أنا كويس قولي لي كيف كان الأمير مبسوط منك؟ كان مبسوط يعني أول ما تكلمت عنه كان فرحان أيوة. وأنا فرحت بالنسبة أها طيب إيش قال لك الأمير لما خلصتوا لما خلصتي القصيدة أنت إيش قال لك الأمير؟ صفق لنا وقال لنا ما شاء الله ما شاء الله وكم جلستي تستعدين عشان تصلحين القصيدة هذه للأمير؟ يمكن
يمكن 4 أيام 5 كذا. ها طيب، قال لك شيء الأمير لما لما خلصتي من القصيدة؟ إيه قال لي ما شاء الله أنت مبدعة، يعني قال لي. ها أنت كم عمرك يا إيلين؟ 9 سنوات. ما شاء الله، يعني أنت صف ثالثة؟ إيه. ها طيب قولي، أبغى أسمع القصيدة هذه، تسمعيني إياها يا إيلين؟ إيه. يلا سمعيني إياها. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الرحمن ذو الفضل على ربنا المعبود ذو العرش العلي، وصلاة الله مع تسليمه للذي جاء بالشرع المكمل، فسلام الله مني عليكم وتحايا للعلي المعظم. أما بعد، سعادة أمير منطقة جازان أمير القلوب وساكنها الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، أيها سادة الحضور من شتى الدوائر الحكومية، أيها الجمع الكريم، سلاما كالزهور وكالظلال إلى أهل المودة والوصالة، مرحبا بكم طاحيب فاقد جبال وسهول ديانة جازانة، انفاقت بكم الديار والمرابع ففي سويدات مدامع فسيح المقاعد، هنا التقى أحبابنا وآباؤنا وأبطالنا، لتنطلق أعمالنا إلى المجد الغد. أنا طفلة في بواتق الطفولة، أنام والسعادة ملأ جفني، والأمن والعدل داري، أتوجه نعم خالقي، أصحو والبسمة ملأ شفتي، والمستقبل أمام ناظري، مشمرا سواعده في استقبالي، علومي تبث لي، ومستقبلي صالح مشيد، وهناك في الجوار أطفال شاقوا قبل مشيخهم، وباتت أحلامهم سرابا يحال إليه السبيل، فماذا عساي أن أقول بعد الحمد سوى أنا سعودية الأصل، قد حبان الله بوطن تحت دستور شريعته، ولات أمرا شيدوا لنا الحاضرة والمستقبل، أناروا لنا الطريق من نعومة الأظافر إلى الكهل قادة، إن قالوا صدقوا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا عزموا لم يحيدوا عن أمرهم، فبكم نسمو وبمثلكم نفخر، فأدام رولاتكم وجعل رايتكم شامخة أبية، وأدام عزتكم وجعلكم ناصرين مصلحين محفوظين من كل شر ومكروه. شكرا يا جميلة، بسم الله ما شاء الله، انت خلاص انا وياك كل يوم لازم ترسلين لنا قصائد على حساب الراصد ونطلعها لك في حسابنا دائما، ارسلي لنا من فيفا واحنا تحت امرك. شكرا يا إيلين. شكرا. خلاص اصدقاء، إيلين وين رحت يا إيلين؟ اصدقائنا وياك في الشبكة. شكرا يا إيلين، انا مبسوط منك، شكرا. شلون اكمل بعد إيلين؟ الكثير منا واجه مشاكل مع شركات التأمين الطبي مع انتشار ثقافة التأمين ايضا بالمجتمع على نطاق واسع، ما زال البعض يجهل يعني الأمور والأهم الحقوق اللي له كمريض، وعدد من المرضى ممن يحملون بطاقات التأمين الطبي يصر بعض الأطباء عليهم بأخذ أدوية زائدة عن الحاجة بهدف نوعا ما كما يقال استغلال التأمين الطبي، واللي أصبح هاجس لهم. وهالسؤال اللي يستقبلونك فيه، هل عندك تأمين أو لا؟ من هنا تبدأ القصة الحزينة المفرحة، حزن استغلال التأمين الطبي وذهاب جزء ليس بالهين من مبلغ التأمين كان بالإمكان حفظه والاستفادة منه. Thank you.
للحديث أكثر ينضم لي هنا بالاستوديو المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الأستاذ أحمد أبو عمارة، وأيضا الدكتور خالد الحسيني الأستاذ المشارك بكلية صيدلة بجامعة الملك سعود. حياكم الله جميعا. أنا من زمان عنك وأنت يعني دائما مجلس الضمان الصحي يجيبوننا المتحدثين الطيبين، فمتشرف أيضا فيكم. يعني أنا أول شيء أنا بسأل الصيدلي، الأدوية كمية الأدوية اللي نحقن فيها أحيانا، عطني ضررها علينا إذا كان أنا المرض اللي فيني خلينا نقول 5% وانت أعطيتني أدوية 60%. في الحقيقة لما نتكلم عن تشخيص المرض إيه؟ وبعد تشخيص المرض العلاج إيه؟ للمرض هذا، المرض أنا آخذ طبعا المواد اللي موجودة إلى الآن إلى 2022 80 إلى 90% كيميكالز، لسه ما وصلنا للأنتي باديز النانو باديز اللي حتستخدم وما لها سايد إفكت، ولكن ما لها آثار جانبية آسف. فللأسف الشديد الآن يعني خلينا نتكلم عن أبسط مادة البنادول. أيوة البنادول الحبة الواحدة 500 ملغرام. أوكي بدون ما نقول اسمه خلينا نقولها من بعيد نستفهمها. لا يعني لو الحبوب اللي ناخذها مسكن كمسكن أوكي لها أعراض جانبية في المستقبل على الكبد، على تليف الكبد، على مشاكل أخرى. هذا ما وصلنا إلى الأدوية النفسية والإدمان اللي يحصل عليها بمجرد ان الدكتور قال انا احس ان معك اكتئاب او انا احس ان معك شويه قلق بس اعطيك ادويه ممتازه. ايه فهذه من المشاكل الكبيره لما يكون الدكتور ضامن التامين انه حيدفع. ايه صح. وعنده نظام معين، تكون مثلا الصيدليه تابعه للمستشفى وانك لا تصرفها الا من تصرفها من تحت، انا برسل لك رقم على الصيدليه ويطلع المريض بكيس بكيس كبير من الادويه يمكن ما يحتاج الا ربعه. كنا انت قاضي من سوق غصبا عنا. انا في الاخير مريض تعبان جايك ابي علاج، ابغى علاج، ولكن هذه تعطي زياده في الـ في الـ في انه المريض يحتار وش الدواء اللي يناسبني افضل. أيه. واخذهن كلهن ولا ما اخذهن كلهن. صح. وهذه ادت الى مشاكل كبيره يعني اثار جانبيه تصير كبيره جدا. انا ارجع لك استاذ احمد لما نتكلم على انه جلساتنا اليوميه وانت يعني تجلس باي مجلس يقول لك تعال يا ضمان، انت ما لكم دخل، انتم قاعدين تنظمون العلاقه، لكن الناس على طول يتهمون انه انتم اللي معطينا فرصه انهم يشتغلوننا وندفع من التامين وانا هذا ما احتاجه. وش اللي انتم ممكن تسوونه او سويتوه بخصوص المحافظه على العلاج انه يكون يصرف بطرق يعني تكون مدروسه؟ واضح جدا، الله يعطيك الصحه والعافيه. يمكن ابتداء احنا قبل ما نتكلم عن الموضوع هذا يعني احنا نعيب بشكل تام انه هو تحدي. صح. هو موجود امامنا، والتحدي هذا لعله ليس في سوق التامين السعودي فقط بل حتى بالاسواق العالميه. يعني دراسات احصائيه توضح انه قرابه من 3 الى 7% في السوق الامريكي من الادويه اللي يتم صرفها لا يتم استخدامها بشكل. صح. مباشر عندنا ما في احصائيه دقيقه وارقام محدده، ولكن احنا نعي التحدي هذا. لعل المجلس طلع خلال المرحله الاخيره بمجموعه من المبادرات اللي تساعد على مواجهه هذا التحدي والحد منه ان صح التعبير من هذه الممارسه الخاطئه حتى نصل لمرحله القضاء عليه. جزء منها كان مرتبط باعتماد الأدلة الكلينيكية الكلينيكال باثويز والترميز الطبي، أكثر من 9800 رمز طبي احنا اعتمدناهم. الكلينيكال باثويز هذا راح يساعدنا في موضوع حتى الادمنتيشن، هم منومين داخل المستشفى ان في خطة علاجية لهم واضحة توضح من خلالها الرحلة اللي راح يمر فيها المريض، التحاليل اللي راح يحتاجها. ما احنا قاعدين نتكلم حتى فقط على الأدوية بل نتكلم حتى على التحاليل اللي راح تطبق على هذا المريض. الأدلة الكلينيكية الطبية هذه معتمدة من جمعيات محلية وعالمية كذلك تم الاستناد عليها. الترميز الطبي راح تكون في لغة موحدة فيما بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين.
بهالطريقة انتم ما بتضايقون علينا انه انا بصير اخذ الطبيب يعالجني يقول لي عبد الله ترى هم ما اعطوك التأمين هذا هو. لا بالعكس، ما بيصير كذا. بالعكس طال عمرك في دليل طبي او عفوا دليل ادوية تم اعتماده، وان شاء الله باذن الله يعني نستشرف انه مع اطلاق حزمة المنافع ان شاء الله في شهر 6 من العام القادم ان شاء الله او من العام الحالي. ايه؟ راح يكون في دليل طبي تم اعتماده قبل مجلس الإدارة. دليل الادوية هذا طال عمرك يوضح من خلاله انه الطبيب عند صرفه لدواء او كتابته لوصفه طبيه لاحد المرضى المؤمن لهم حاملي وثيقه التامين والمستفيدين من وثيقه التامين انه عوض عن انه يستخدم الاسم التجاري زي ما تفضل الدكتور قبل شوي راح يستخدم الاسم العلمي لهذا الدواء. جدا ليش جميله هذه؟ هذه النقطه طال عمرك جميله جدا من ناحيه اقتصاد البلد. الان القى دواء ولكن ما يحيلني للي هو يبي. لا الدواء طال عمرك هذا مكتشفته شركة فايزر مثلا وسمته اكس. ايوه اوكي، تبيع العلبة حقته 200 ريال فرضا. طيب اسمه التجاري خلاص انتهت رخصتهم. ايه؟ اسمه التجاري تلقاه ينباع بدل 200 ينباع ب20. صار يصنع في الدول عندنا في السعودية. طال عمرك ممتاز. الآن يعني أنا أشوف اللي تفضل فيه الدكتور أحمد على نقطة أنه حيصدروا فارماكوبيا يعني مرجع دوائي بحيث أنه يذكر الاسم العلمي مو الاسم التجاري حق الشركة. أيوة أيوة أيوة. فهذا بيعطي بحول الله وقوته يعني اننا توفير كبير جدا ويقل التلاعب على المواطن وعلى على البلد وعلى الشركة ايضا على التامين. ولذلك الطبيب اللي يحيلك الى نفس الصيدليه هل يعتبر هذا مخالف؟ ما يعتبر مخالف. هو طبعا احنا عندنا الاعتماد اليوم في اعتماد اللي يطلع مجلس الضمان الصحي يطلع في اعتماد للصيدليه ويطلع في اعتماد للمستشفى بشكل مستقل. احدى المبادرات كذلك اللي احنا الان كذلك في منتصف العام القادم انه راح يصير طبعا اليوم احنا زياره للطبيب يدخل في جزء من قيمه الزياره جزء الادويه راح تنصرف كذلك. ايه؟ فهنا الطبيب زي ما تفضلت ان كان الطبيب له ممارسات خاطئه او توجه خاطئ فهنا راح يطمح انه يصل للسيلينج السقف حق المبلغ المحدد للزياره المحدده. صح. انه داخل فيها ادويه. لا هنا احنا فصلنا الادويه طال عمرك عن الزياره حق الطبيب، فاحنا حددنا الطبيب مشاركه كوبي موجوده للطبيب راح تصرف له بالزياره عن الحد المخصص للادويه. زي ما تفضلت في بدايه اللقاء طال عمرك انه هذا اشرت انه هذا راح ياثر على بريمة على قيمه وثيقه التامين، بعدها اللوس ريشيو راح يرتفع، لا انا هنا فصلت هذه عن هذه، فهنا ما راح يكون في لهم ميرج مع بعض فهذا راح يخفض. طيب. كذلك اذا اكتشفنا انه قاعد يصرف ادويه واجد احنا كمجلس الضمان الصحي شو ممكن نسوي؟ شو الاجراء؟ طبعا احنا طال عمرك قبل قرابه 3 أشهر طلعنا بحمله اسمها حمله خلك واعي. ايه؟ الحمله هذه كانت بالتعاون فيما بين مجلس الضمان الصحي التعاوني والنيابه العامه. تركز على ممارسات خاطئه في سوق التامين من احتيال، اهمال، اساءه استخدام، وفرقنا بينها وصنفنا صرف الادويه بدون حاجه لها والمبالغه في صرف الادويه مما راح ينعكس لو امباكت على صحه المريض من ضمن حالات اساءه الاستخدام. هذه يتصدى لها مجلس ضمان الصحي التعاوني من خلال الحملات الاشرافيه والزيارات الرقابيه يطلع فيها عند اداره الاشراف والتمكين داخل المجلس. طبعا دور المجلس ممكن ومراقب في نفس الوقت. ترى يبدلكم على بعض المستشفيات يعني بتلقون لكم زباين واجد. دكتور لما نتكلم على انك من 2000 وكم 2013 وانت تتكلم هالكلام اللي الان يعني تقول يا جماعه الخير انا اقدر اصرف اللي ابي من الصيدليه وجبتها انا اتكلم على اجراء قاعد يصير خاطئ في الصيدليات ومن قبل الاطباء، كيف قاعد تقرا المشهد الان؟ والله استاذ عبد الله وعلي هون الدكتور احمد بفضل الله سبحانه وتعالى أنت لو جيت للسعودية للمملكة العربية السعودية خلال 3 سنوات 4 سنوات ما عاد هي بالمملكة العربية السعودية الأولى. وش اللي صار؟ اللي صار هذا تجديد في المملكة العربية الدولة الثالثة السعودية وصار فيها إصلاحات كبيرة جدا جدا. كلمني عن الجانب هذا. الآن النقطة مثلا أنا بقول لك الآن من الصعب أنك تصرف
أي دواء حتى لو نفسي اللي كنت أجيبهم الأولات كلهم الآن ما تقدر تروح تأخذها إلا إذا كان عندك وصفة طبية أو أنه مسجل أنك أنت تستخدم الدواء هذا إذا كان المدة طويلة. أي صيدلي ما يقدر يصرفه؟ أنت الآن صيدلي كبير بالجامعة ما تقدر تصرفه؟ أنا أشتغل في الصيدلية ما أقدر أصرفها إلا بالوصفة أو برقم الهاتف. هذا صح سامحتني أنه الآن أنت يا عبد الله تأخذ الدواء ده بس غيره ما ممكن. لا غيره من الأدوية الثانية لأن تضررت أدوية كثيرة. مثلا أبعطيك مثال قد سوينا عنها حلقة في الثامنة عن دواء اللاريكا. أوكي اللاريكا من أفضل الاكتشافات الدوائية ولكن للأسف صاروا يخلطونها أو يزيدون جرعتها عشان تعطيهم النشوة اللي يحتاجونها وللأسف صار دراج أوف أبيوز يعني له إساءة استخدام فعشان كذا صار المخدرات فصار الآن ما يصرف إلا بوصفة طبية وله كاتيجوري له تصنيف معين. كل الأدوية لها تصانيف معينة على أساس السماح في صرفها. طيب في جديد عندكم في مجلس الضمان الصحي لازم ناخذه؟ صحيح طال عمرك. في عندنا طبعا بالجزئيه هذه وهي راح تغطي اكثر من جزئيه اللي هي منصه نفيس اللي تم اطلاقها. هذه وش نفيس؟ هذا نفيس طال عمرك هي المنصه الوطنيه الرقميه الموحده للتامين، هذه تربط فيما بين شركات التامين ومقدمي خدمات الرعايه الصحيه. أنا اليوم صار في عندي فيزيبيليتي كاملة واطلاع كامل على العلاقة بين الطرفين سواء برفع المطالبات الكريم والمرفوضات اللي تتم عليها نسبة المرفوضات اللي تتم بالمرحلة القادمة راح يدخل فيها حتى دوائي راح يدخل فيها حتى الأدوية أشوفها اللي صرفها ثم إلى ذلك راح يكون حتى في إطلاع عند الدكاترة أنه صرف خلال المرحلة الأخيرة أو خلال الزيارة الأخيرة الكمية الفلانية من أدوية فعوضا عن أن أرفعها شركة التأمين إذا صابت إذا خابت هنا صار في عندهم اطلاع كامل وشايفين كمية الأدوية صرفت للمريض قبل الزيارة الحالية موجود فيها فهذه راح توضح لنا بشكل مباشر المطالبات تأخر في المطالبات طبيعة المطالبات نسبة المرفوضات كلها راح توضح لي بشكل كامل هذه من خلال المنصة. جزئية تفضل فيها دكتور فيما يتعلق كذلك بدليل الأدوية طال عمرك راح يكون في تدرج بأدوية أنا ما أقدر أني أصرف بشكل مباشر مثلا أنتيبيوتك للمريض بدلا ما أنا أجرب الأدوية الجنسة أو التدرج وصف ضيف على أساس بالوصفة الطبية على أساس أني أضمن كذلك ما في إمباكت راح يكون على المريض بشكل مباشر فهذه كلها من مجلس الضمان الصحي حيزعل شوي الأطباء اللي يصرفون أدوية وهذا ندعوكم إليه دائما. أنا شاكر لكم مقدر الأستاذ أحمد أبو عمار المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي وأيضا دكتور خالد الحسيني ووعدني أنك دائما تطلع لأنه أنت بخيل جدا في هذا الجانب والله ماني بخيل بس لكن متواجد بخيل جدا ولازم تظهر يا دكتور. أنا شاكر لكم مقدر أنا بس ممكن أضيف نقطة لو تكرمت باختصار أنه الطبيب اللي يراقب هذا ذكر لي إياها الدكتور أحمد يوم كنا جالسين اللي موجود في المستشفى إذا عندهم في الداتابيز إذا صرفوا أدوية زيادة ينحط تحت الرادار بحيث أنه يمكن يحال إلى التحقيق أنه ليش قاعد تصرف ليش قاعد تصرف هالأدوية. هذا كان حلم من أول عندنا بإذن الله سيتحقق بفضل مجلس الضمان. أنا شاكر لكم ومقدر استودعكم الله إن شاء الله كنا من الأحياء لنا موعد إن شاء الله بكرة بإذن الله استودعكم الله مع السلامة.